طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية جميعا. المحاضرة هذه إن شاء الله هتكون آخر محاضرة في الدارت، عشان نبدأ إن شاء الله المحاضرة القادمة في موضوع الفلتر. تمام، المحاضرة هذه هنغطي موضوع مهم جدا ومن المواضيع الصعبة اللي ممكن اللي هو الطالب يلتبس فيها أو يتعمل له مشاكل، موضوع reactive programming. reactive إيش؟ reactive بروجرامينج. تمام، قبل ما نحكي عن الرياكتيف بروجرامينج، احنا حتى الان يمكن الموضوع شوية جديد علينا لانه مش موجود يمكن في باقي لغات البرمجة، او ما موجود لكن ما تطرقنا لهوش بالصورة الكافية. باختصار، فينا مجموعة من العمليات داخل الدارت او داخل بشكل عام دارت او الجافا سكريبت اسمه اللي هو Asynchronous Operations. في Synchronous وفي Asynchronous Operations. باختصار، Asynchronous Operations هي العمليات الغير متزامنة، بمعنى انه العمليات اللي بدها وقت عشان تتنفذ، او العمليات اللي بيكونش إلها قيم لحظية ولكن بدها وقت عشان يكون إلها قيمة. يعني مثلا لو انتو في عندكم variable معين بتكون قيمته هذا تاخدوه من API او تاخدوه من Firebase او تاخدوه من Database، المهم تاخدوه من مكان تاني، مش يعني حاليا في الوقت الحالي مش هيكون في له قيمة، ولكن في المستقبل راح يصير له قيمة لما يشتري له قيمة من API او من Firebase او من اي Repository تاني. فهذه يسمى Asynchronous Operations، اللي هو عمليات بدها وقت عشان اللي هو يصير لها قيمة. في عندي من Asynchronous Operation في لها قيمتين او نوعين اساسيات، نوع اسمه Future ونوع اسمه اللي هو Streams. Future و Streams، الفرق الاساسي بينهم انه ال Future بكون في له قيمة واحدة فقط في المستقبل. بمعنى مثال، هاي get سمي Future Value. تمام، في دالة اسمها future dot delayed duration، وهي second واحد، خليه خمسة. يعني هذا فقط هي دالة بسيطة عشان تعمل delay. يعني هنا هذه الدالة وظيفتها انه تحجز للثريد تاعي لمدة 5 ثواني. زي ما بتعرفوا حكينا عنه المحاضرة اللي فاتت، انه في عندي الدارت، لغة الدارت هي single thread، يعني كل العمليات بتصير بتكون موجودة على ثريد واحد، مش زي الجافا مالتي ثريد، أو ممكن أعمل مالتي ثريد في الموضوع. لكن حلوا مشكلة اللي هو العمليات اللي هو الغير متزامنة عن طريق اللي هو الفيوتشر والستريم. ايش هي التنتين؟ فانا اقول لك كمان مره انه هذه فقط اللي هي داله بسيطه، وانتم نادر لما تستخدموها او مش تستعملوها الداله بالمره، يمكن ممكن تستعملوها لو قدام شويه لما تعملوا سبلاش، لما تعملوا حاجه في ال يعني خلي الامور هذا لبعدين، لما عشان ما الامور ما تخربطش عندكم. خلينا نشرح هذه الداله او هذه اللي هو الجمله بعدين في لما نروح على فلتر. وبغيت نفهم انه في عندي هنا هذه الجملة لحالها وظيفتها انه ايش تعمل، انه تأخر او تحجز لثريد مدة 5 ثواني. تمام، خلينا نعمل هنا ايش، اقول له return مثلا هاي flutter course، وهنا string. تمام، خلينا ايش نعمل هنا، نستدعي الدالة اللي اسمها get future value. ركزوا معي شوية عشان هذا الموضوع مهم جدا. خلينا نعمل هنا اللي هو print بدل ما هو هذا، نعمل print. تمام، هي ايش؟ طبع لي الكلمة. طب يعني برضو ما استفدناش حاجة، ايش فايدية المكان هذا وايش فايدية الجملة اللي كتبتها هنا؟ تمام، الان خلينا شوي ايش نشرح الموضوع. نرسم لنا كمان رسمة. طيب،
حلقتها الفيوتشر والستريم. خلينا اول حاجه نحكي على الفيوتشر، انه هي في عندي انا الثريد تاعي او القناه اللي بشتغل فيها الكود، تمام. في عندي هنا عمليه زي ما توي قلنا، في عندي اللي هو عمليه بتاخذ وقت، ماخذه اللي هو 5 ثواني عشان تتنفذ. وين الايه هذه اللي هو بدها 5 seconds، تمام. الان في طريقتين للشغل، ممكن واحد يقول لي ممكن اثناء فهو بيشتغل انه ماشي، في بعض الاكواد بتعتمد على هذه العمليه، يعني الاكواد هذه بدي اياها تتنفذ بعد ما العمليه تخلص، لانه ربما مثلا هذه العمليه بترجع قيمه معينه، بترجع اكس، بترجع انتجر، بترجع اي قيمه، القيمه هذه بدي استخدمها في العمليه اللي هنا، وبالتالي انا بدي اضمن دائما انه لما انا ابدا العمليه هذه، العمليه الثانيه او الكود الثاني او السطر البرمجي هذا، لازم تكون الاكواد هذه مخلصه شغلها عشان اكون مسلم الشغل اللي بدي اياه. احنا قلنا قبل شويه انه الفيوتشر هذا هي او الاسينكرونس هي عمليات ملهاش قيمه في الوقت اللحظي او في حاليا او اول ما شغل التطبيق، مش هيكون لها قيمه، لكن ربما بعد شويه، بعد دقيقه، دقيقتين، نص ساعه، ساعه، يصير لها قيمه حسب انا ايش الاسينكرونس اوبريشن اللي عاملها. فانا بحكي ايش انه عندي الكود هذا معتمد على اللي هو الكود اللي هنا، يعني لازم هذا يخلص عشان استغل القيم اللي بيرجعوا هذا الكود واحطه في المكان هذا. او في طريقه بيقول لي مثلا في عندي انا كود برمجي تاني هنا، هذا الكود البرمجي ما بيعتمدش على الكود هذا، تمام. يعني هذول الاثنين منفصلين، هذا الكود اللي هنا وهذا الكود اللي هنا، لاحظين فيش اي قيم مشتركه بينهم. فليش انا اروح استنى هذا الكود لما يتنفذ كله عشان ابدا الكود هذا؟ وهذا مبدا الثريدنج في الجافا. في الثريدنج في الجافا كنا ايش نعمل عشان احنا نتجاوز في بعض العمليات اللي بتاخذ وقت كتير في الاندرويد ستوديو، في الاسف في الاندرويد، في النيتف اندرويد، كنا عشان في عمليات بتاخذ وقت كتير نعمل كل عمليه او العمليات اللي بتاخذ وقت نعملها في ايش، في اللي هو في ثريد لحالها، كنت تعملوها في الاسينك تاسك، تمام. طيب يمكن هذا شوي قديم، في حسب ما اذكر في تقنيه جديده بس مش ذاكرها بالضبط، يعني صار لي فتره ما اشتغلتش نيتف. فالمهم انا في عندي اللي هو الاسينك تاسك مثلا، خلينا ناخذ عليها مثال، انا بامكاني انه اشتغل الكود تاعي اكثر من ثريد، لكن عندي في الدارت ما فيش عندي مالتي ثريدنج، عندي ثريد واحد، فانا كل عملياتي بتصير في ثريد واحد. فانا بدي انظم العمليات بحيث انه العمليات اللي بتاخذ وقت كبير اتشوف كيف بدي اتعامل معها، هل انا بدي استناها ما تخلص ولا خليها تشتغل براحتها، ووقت ما ترجع قيمه ترجع انا مش كتير متاثر فيها. اذا في الحاله هذه عشان انا احكي انه هذه الكود اللي بعديه لازم يستنى لما تخلص هذا الفيوتشر عشان ايش، عشان يتنفذ، بس بدي احط قبل الفيوتشر كلمة ايش، كلمة await. بس await هذه بقول لي في مشكلة، لازم انت تحدد لي انه الفانكشن اللي فيها كلمة await لازم تحددها كاسينك، انه هذه ايش اسينك، يعني بحكي يا فلتر انه يا فلتر دير بالك الكود اللي داخل هذا اللي دالة هي كود ممكن يحتوي على asynchronous operations، يعني اعمل حسابك اتعامل معه في الطريقة اللي بتتعامل مع asynchronous operations، تمام. بس هنا اذا بتلاحظوا في مشكلة عندي انه انا هذه القيم او asynchronous operation بترجع اللي هو قيم من نوع future، يعني في كذا، شايفين كذا مصطلح مرة واحدة دخل عليكم في المحاضرة هذه، موضوع كل الموضوع بصب في ناحية واحدة أو في مكان واحد اللي هو موضوع الـ Asynchronous Operations اللي هو العمليات الغير متزامنة. كمان مرة، العمليات الغير متزامنة هي العمليات اللي بتاخد وقت عشان ترجع قيمة، زي مثال لهذا اللي هو الـ Delayed، هذا هي عبارة عن قيمة أو مثال لعملية بتاخد وقت عشان تتنفذ. فأنا
ممكن اني احكي لو قلت له اويت فالكود اللي بعديها مش هيتنفذ الا بعد ما هذه الدالة تخلص شغلها. لكن لو بدون اويت زي ما تو شفنا هي بدون اويت، لاحظوا الفرق، لو عملت له رن هاي طبع لي فلتر كورس مباشرة. لو رجعنا اللي هو الاويت وعملنا رن، لاحظ بعد 5 ثواني راح يطبع فلتر كورس. تمام، فهي العمليات الغير متزامنة. تمام، طبعا انا ما نعطيش هذه المحاضرة او هذا الكلام يعني اعتباطا او انه فقط لتضخيم الساعات او احرز الساعات منكم في المحاضرات، لكن لا، هذا الموضوع مهمة جدا جدا في الفلتر. بكرة الفلتر هتشوف انه معظم من اول ما يتكلم عن الداتا بيز لما مرورا بالاي بي اي والفاير بيز وكل العمليات هذه والكتابة على الفايلز والشاد بفرانسيز كلها هي تو عمليات غير متزامنة. فمعظم العمليات اللي تشتغلوها انتو كباك اند في الشغل تاعكو هيكون كلها عمليات غير متزامنة، فمهم جدا تكونوا فاهمين ايش العمليات هذه. هو على كل حال احنا العمليات الا ما يتم شرحها مره اخرى لما نروح على فلتر ولما نروح على الاس كيو ال لايت والشادو فرانسيس والعمليات هذه اللي قلنا عنها. لكن في انا هو المحاضره هذه انا مش عاملها لفيوتشر، انا عاملها للستريم. الستريم هي القصه اللي لازم نشرحها في الدارت قبل ما نروح فيها على فلتر، لانه صعب جدا اشرحها بالفلتر، لازم اتعرض الى للدارت عشان الموضوع فيه شويه تفاصيل كتيره وفيه شويه اشياء معقده. تمام، فخلينا ايش نحكي الستريم. الستريم زي الفيوتشر بالضبط، ولكن الفرق بين الستريم والفيوتشر انه الفيوتشر انا فقط بستنى منه قيمه واحده فقط. يعني في المثال هذا انا فقط اللي هو الفيوتشر اول ما يرجع لي قيمه او ينتهي عمله بعد 5 ثواني خلاص خلصنا، خلص رجع لي قيمه وخلصنا. زي مثلا انت بتستنى قيمه من اي بي اي، طالما هذه القيمه وصلتك انت خزنتها في فاريبل معين وخلص الفيوتشر سكر. بدل ما رجعت قيمه للفيوتشر خلص الفيوتشر خلص دوره، الفيوتشر بس وظيفته زي يكون ايش فيوتشر المستقبل، يعني قاعد بيقول لي انه في المستقبل انا راح ارجع لك قيمه. مادام القيمة اللي رجع لي اياها خلص الفيوتشر شغله انتهى، سكر الفيوتشر وبطئ له شغل. ولكن الستريم بيختلف على الفيوتشر في ايش؟ انه بيتفق مع الفيوتشر انه قاعد بينتظر قيم مستقبلية، بمعنى انه ملوش قيمة في اللحظة هذه ولكن القيم هذه هتكون لها قيمة في المستقبل. ولكن الفرق بينه وبين الفيوتشر انه ما فيش له قيمة واحدة فقط، ولكن بيحتوي على عدة قيم. يعني مثلا كل ثانية هيرجع لك قيمة، زي مثلا مش عارف إذا قبل هيك أنتوا اشتغلتوا حدا فيك واشتغل في الويب على ويب سوكيت أو في الفاير بيز على سناب شوتس. يعني مثلا في تشات، خلينا ناخد مثال التطبيق أنا بيعمل تشات تشاتنج ما بين اثنين. الآن التشات هذه بدي كل ما المستخدم يبعت رسالة الرسالة تظهر لمين؟ للمستقبل التالي، بمعنى انه طول ما الزمن شغال قاعد في داتا واصله لمين؟ لليوزر. طول ما انا في اليوزر قاعد بشتغل، طول ما انا قاعد ايش؟ بجيله او بستقبل رسائل جديده او بستقبل معلومات جديده. فهذه عمليه ستريم، ستريمينج، انه في داتا دائما اللي هو بيشبهوا الستريم هذه في انبوبه الميه. اعطينا منيو أنبوبة المية، اللي هو في عندي دايما داتا داخلة على الأنبوب هذا وداتا طالعة من الأنبوب هذا، دايما في عملية إيش؟ ستريمينج للداتا. في دايما داتا على على طول الفترة أو دايما في الزمن، دايما في داتا داخلة على الأنبوب وداتا طالعة من الأنبوب هذا. فهذه هي العملية اللي بيطلق عليها رمز إيش؟ اللي هو الستريم. هذه هي الستريمينج. تمام، فخلينا ناخذ مثال على الستريم. نعمل له مثلا هاي دالة اسمها get numbers. طبعا الستريم برضه نفس القصة، لازم احط async، بس async نجمة مش async. الاسينك لفيوتشر والاسينك نجمة لمين؟ لا اللي هو الستريم. تمام، وانا بدي اقول له for integer i يساوي صفر،
واي اصغر او يساوي 10 اعمل لي اي بلس بلس. تمام، مذكرين قبل شوية حكينا قوة المية هذه، بقول لي انا كل قيمة جديدة بدي اضيفها على انبوبة المية هذه بدي استخدم حاجة اسمها ايش؟ yield، اسمها yield. الييلدينج هي عملية الإضافة على الستريم. تمام، yield عملية إضافة على الستريم، زي احنا لما احنا مثلا اللي هو في الفانكشن العادية عشان نرجع قيمة ايش بنقول له؟ return، return value، صح؟ عشان ارجع قيمة من الفانكشن هذه. لكن عندي انا في الستريم فش عندي ريتيرن، ليش؟ لانه مش قيمة واحدة بدي ارجع، بدي ارجع كذا قيمة. فييلد زي كأني انا ايش قاعد بأضيف قيمة جديدة على ماسورة المية عشان في النهاية تطلع لي من الجهة التانية. طيب فأنا بدي أقول له أعمل لي ييلد لمين؟ للآي هذه. بس قبل خليني كل مرة زي ما توي عملنا future dot delayed اللي هو duration مثلا second واحد، نستنى ثانية بعد كل عملية ونعمل await زي ما توي تعلمنا. تمام، انه بعد ما تعمل يعني انت ايش اعمل كمان مرة، ضيف لي قيمة جديدة واستنى، واستنى ثانية، ضيف لي قيمة ثانية واستنى كمان ثانية، وهكذا لما ايش تخلص كل العمليات. تمام، خلينا نشوف نجرب هاي اللي هو get numbers. مش عارف اذا كان الموضوع موضوع بسيط، الموضوع كلهيته انه بدل ما كنت اقول له return، لو قلت له هنا return i فهو ايش ايش هيعمل هنا؟ خلينا نشوف هذا ايش هيعمل. إيه هاي مثلا هذا integer، هيرجع فقط أول قيمة. هذه مبدأ الريتيرن. إذا متذكرين الريتيرن، لو كان في عندي بعد الريتيرن أي حاجة، لاحظوا بكتب برنت هاي. تمام، هذا إيش بسموه؟ ديد كود. يعني فيش خلاص، أول ما ديد كود يعني إنه أول ما يرجع قيمة خلاص، فالكود اللي بعديها بعد الريتيرن ملوش أي لازمة، وبالتالي أنا مش هقدر أرجع غير قيمة واحدة. طب ايش الحل اذا ارجع اكثر من قيمه؟ زي ما قلنا لازم استخدم اللي هو الستريمينج. الستريمينج بتصير عن طريق كلمه اليلد، يلد اللي هو الاي. يلد الاي ونعمل فيوتشر زي ما تو قلنا future delayed duration seconds واحد، ونعمل له ايش؟ await. تمام، مية مية. الآن لو عملنا run، تمام، مش بقول لي انه هذا get number ايش برجع؟ برجع stream. انت كيف مرجع لك integer؟ انا برجع ستريم، ما ينفعش انا اتعامل مع ستريم في الطريقه هذه. ها كيف بدي اتعامل معه؟ الان الشغل لسه، هذه كل اللي حكيناه لحتى الان فقط مقدمه. ليش؟ لانه انت اصلا بكره لما نروح على الفلتر انا مش هعمل ستريم اصلا، يعني انا هتعامل مع قيم ستريم، لكن مش انا كمبرمج فلتر هتعامل مع ستريم. من الستريم هذه قد تاتيني من اي بي اي عن طريق الويب سوكيت او عن طريق الجراف كيو ال، قد يأتيني الستريم من اللي هو فاير بيز عن طريق السناب شوتس. تمام، فالستريم هو عبارة أنا بستقبله، لكن في أغلب الأمر مش أنا اللي بنشئ الستريم. فهذا فقط احنا عاملينه كسيموليشن للستريم تاعنا. فكيف طريقة التعامل مع الستريم؟ بسيطة، بتقول له get numbers dot
نعم، بس خلينا عشان يعرف انه ستريم هذا، اقول له هذا بترجع ستريم اوف انتجر، تمام دوت. شايفين هذا كل هذه الدوال هي دوال خاصة بالستريم. ناخذ اهم الدوال، اول دالة دوت لسن. ايش يعني دوت لسن؟ تمام، في عملية الستريم قلنا اللسن انه قاعد ايش بيستمع لكل عملية او كل قيمة جديدة في الستريم. خلينا نجرب مثال، نقول له print مين اللي هو الايفنت هذا، نعمل run. لا ايش بيعمل؟ كل قيمة جديدة بتيجي على الستريم اللسن هذا بيستقبلها. لسن دائما انتو مش عارف، الشباب او الطلاب والطالبات اللي قبلك اخذوا اندرويد يمكن اخذوا موضوع الليسنر. الليسنر هذه عملية زي ايش؟ متابعة او مراقبة لقيم معينة، تمام. انه الليسنر هي عملية مراقبة لقيم معينة اذا كان فيها تغيير ولا لا، تمام. او مثلا هنا بودكاستنج، بودكاستنج انت قاعد عامل listening على events معينة داخل الجوال تاعك، على عملية شحن الجوال، عملية اللي هو الواي فاي اذا كان طفى ولا اشتغل، البطارية اذا كان ضعفت او قويت او ايش صار بالضبط فيها. فكل عمليات listeners اللي هو listening على قيم معينة قاعدة تتغير في التطبيق تاعك. فنفس الموضوع عندي بالضبط هنا ال get numbers، انا قاعد اعمل listen على الستريم تاعي، تمام. ممكن اعمل اللي بدي اياه، اقول له مثلا هنا نفاضا قلت له هنا هاي السم او integer sum يساوي صفر، وهنا قلت له sum زائد يساوي event، تمام. اللي تنظم assignment وين المشكلة هنا؟ مش قال هيك اي sum event، ايش كانت المشكلة؟ ايش عمل لي غلط؟ طيب ماشي، ما علينا. هذا في الفلتر عادي، مش عارف ليش هيك عامل لي مشكلة في الدارت، ما علينا. هاي بقول له listen، تمام. وين خلينا نعمل print لمين؟ للسم. نعمل هنا await، بس انا محتاج هنا اعمل sync. طب لحظة، خلينا نعمل هنا ايش دالة اسمها get sum، وهنا sync، ونعمل له هنا اللي هو await. هنا انتجر سم يساوي صفر، وهنا برنت سم. هنا خلينا نستدعي get sum برضو نفس القصة. طب لحظة، دوت اندون برين سام، تمام. هيك كتير هيظبط بعد 10 ثواني، تمام هيظبط. فانا هي في عندي اندن، هذه اللي هي عمليه او داله بستخدمها عشان ايش احكي، بعد ما يخلص هذا الستريم يعمل لي تطبيق معين، تمام. ما فيش داعي اويت هنا، انه بعد ما اخلص كل ستريم يخلص عندي
ايش يعني يخلص؟ يبطل يبعث اي ايفنتات انه بنفذ لي كود معين، تمام. والعكس في كمان عندي اللي هو غير اون دان، في عندي كمان دوت اون، اي نعم هنا دوت دوت اون دان، وهنا دوت دوت اون ايرور. اعمل لي print اللي هو there أو error in stream، ماشي. هنا نعمل error معين if اللي هو i يساوي 5 throw exception، تمام. وين عشان نعرف احنا وين رايحين، هاي نعمل print event ونعمل run. هنا صار في ايش ال exception، لحظة on error throw exception. طيب هاي الموضوع، انا مغيرتش حاجة. هاي قال لي ايش انه قال لي ايش error on stream، تمام. طيب في بعض العمليات انا ممكن ايش اتعامل معها داخل اللي هو مين، داخل الستريم. اخذنا الليسن، في الاويت والفور. هذه مثلا هاي خلينا نعمل هنا نفس الجيت سم، هذه بدل ما نعمل كل الكلام هذا ايش نعمل له هنا، ممكن نعمل له فور لوب، مش اي فور، مش اخذنا فور هيك انتجر اي ان اللي هو مين جيت نمبر. خلينا بس ايش نعمل هنا، نشيل الثرو هذا، تمام. اويت، تمام. ايش عمل لي، نعمل نفس القصة، هاي انتجر ستريم يساوي صفر، وعمل لي هنا ستريم او اسف سم، سميها سم زائد يساوي اللي هو الاي، تمام. وبعد ما تخلص هذه العملية اعمل لي print لمين، للسم get sum، تمام. ونعمل run، هاي كتير هيك تدمر وقت، خلينا نعمل 5 كذا، تمام. فالاويت فور هي نفس الفور العادية اللي كنا نستخدمها في الـ في الـ في السينكونس تاسك، بس في الاسينكونس بدنا نستخدم اويت فور مش ويت فور، لأن العمليات في الداخل بدها وقت عشان يعني تتنفذ، مش زي الفور العادية، تمام. عملية is empty اللي هو بترجع لي true or false. لو انا قلت له هنا get numbers dot is empty، شوف ايش الشرح تاعها. whether this stream contains any elements، يعني بترجع true or false، تمام. خلينا نعمل هنا نشوف، قلت له pool is empty يساوي، وهنا خلينا ايش نعمل له print is empty، false. وكيش بتكون true؟ لما بتكون في شيء قيم، تمام. لو مثلا قلت له هنا هيك فيش قيم، قلت له run
ترو انه فيش قيم. هذا الستريم صحيح ستريم باخذ وقت، لكن فيش قيم طالعة منه. يعني هذه وكيف بنستخدمها لما نعمل فاليديشن للاي بي اي او فاليديشن اللي هو الفاير بيز، هل في ستريم، هل في ستريم بنبعت عندي ولا فيش ستريم. فممكن انا استخدم از امتي عشان اعرف الستريم اللي بستخدمه هذا في قيم عن جد ولا فيش قيم. تمام. مثلا في عندي اللي هو الاز امتي فيرست لاست، فيرست اللي هترجع لك اول قيمه في الستريم، ولاست هترجع لك اخر قيمه في الستريم بتاعك. يعني قلت له هنا اللي هو get numbers dot first. تمام. هي integer i يساوي await print i، وهي run، هي راجع لي اول قيمة من اللي هو مين ال stream. لو قلت له last المفروض يرجع لي ايش؟ 5 لآخر قيمة في الستريم. تمام. اللي هو اللينكث، ايش هذا اللينكث هرجع لك اللي هي لحالها شرح حالها قديش طول او كم عنصر الستريم ارسل في الوقت تاعه. 6 قيم يشمل الصفر معه. تمام. سنجل انا تهيالي انه هذا سنجل نفس الفيرست. لا اسف السنجل هذه بيرجع لك ترو اور فولس برضه، او لا مش ترو اور فولس، بيعمل اكسبشن اذا كان في عندك اكثر من قيمه. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني في حال الستريم هذا بتلاحظوا كيف انه الستريم ارسل اكثر من قيمه، في عنده 6 قيم زي ما تو قلنا. عشان هيك السنجل لو كان الستريم هذا بيحتوي على اكثر من قيمه بيطلع اكسبشن. تمام. فايش بدي اعمل هنا؟ خليني اعمل هنا بس اللي هو هذا كله اكس، نعمل له هنا يلد 1، قيمه واحده بس، يعني طلعتها برا الفور. تمام. العملية تتم بدون اكسبشن، يعني الموضوع فقط ايش اللي هو اكسبشن، او برجع لك ايش هي القيمة. قلت له 5 هنا برجع لك 5، بس لو قلت له قلت يلد 5 ويلد مثلا 8 ايش هيعمل؟ طلع اكسبشن لانه القيم مش سنجل، مش قيمة واحدة مطلع هذا الستريم. فهي عملية السنجل انه بيرجع لك اللي هو اكسبشن في حالة انه كان عندك القيم او مجموع القيم اللينكث على القيم اللي مرجعوا هذا الستريم اكثر من قيمة واحدة. تمام. طيب يعني بدي اختم الجزء هذا عشان نكمل بالجزء الثاني. حاولوا الان انه انتم اعملوا ستريم معين، جربوا فيه الاشياء اللي اخذناها listen او wait for is empty first last length والسنجل. تمام. حاولوا كتمرين، يعني تمرين مش داخل في يعني مش مطلوب منكم تسلموه، بس انتم عشان تفهموا الموضوع استغلوا السنجل هذه انه تعملوا فيه تراي كاتش، انه اذا كان القيم اكثر من واحد اظهر للمستخدم اكسبشن معين او رساله معينه في التراي كاتش اللي انت قاعد تستخدمها. اخذناها اللي هو في المحاضرات السابقه موضوع التراي كاتش. تمام. جربوها عشان نكمل في الجزء الثاني في باقي الميثودات الموجوده داخل الستريم. يعطيكم العافيه يا شباب.